أكيد بأن هذه المقابلة لم تكن بالنسبة للمنتخب الأولمبي المغربي مناسبة للبحث عن التأهل للدور القادم، لكن كانت فقط من أجل رد الاعتبار وإظهار الوجه الحقيقي لكرة القدم الوطنية. إلا أن مجريات اللقاء منذ البداية أبانت بأن الفريق الإسباني يملك من المقومات ما تجعله يهدد مرمى المنتخب الوطني المغربي باستمرار، ولعل الصور التي نشاهد خير دليل على تفوق الفريق الإسباني خصوصا في وسط الميدان. الفريق المغربي بدل بعض المحاولات كالتي أتيحت للخطار إلا أنه أخطأ التصويب نحو المرمى، وتوالت هجومات المنتخب الإسباني الذي أظهر انسجاما كبيرا بين كافة الخطوط وهدد في أكثر من مرة مرمى الحارس طارق الجرموني الذي كان أحسن عنصر بالنسبة للمنتخب الوطني. وهذه فرصة أخرى أضعها الفريق الإسباني الذي كان بإمكانه افتتاح حصة التسجيل في أكثر من مناسبة. هنا اللاعب أوشلا ينقذ مرمى المنتخب الوطني المغربي، إلا أن ضربة زاوية أعطت هدف السبق لفائدة المنتخب الإسباني بواسطة اللاعب خوسي ماريا، وهذه إعادة للهدف الذي سجل في مرمى المنتخب الوطني الأولمبي. الفريق الإسباني أضع مجموعة من المحاولات لينتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب الإسباني على المنتخب الوطني الأولمبي بهدف للصفر. الشوط الثاني كل الفرص كانت لفائدة المنتخب الإسباني الذي هدد في أكثر من مرة مرمى المنتخب المغربي، وهذه واحدة من الفرص التي أتيحت للمنتخب الإسباني. اتجاه الكرة دائما هو نحو مرمى طارق الجرموني، وظهر المنتخب الوطني عاجزا عن مواجهة اللاعبين الإسبان. محاولات الفريق المغربي لم تشكل في أي لحظة خطرا على مرمى الإسبان الذين تمكنوا من إضافة هدف ثاني قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة. انتصار منطقي.